أفادت مصادر محلية بمحافظة مارب بمقتل جندي وإصابة آخر بكمين مسلح في محافظة مارب. وأوضح مصدر أمني أن طقما عسكريا تابع لأحد معسكرات المحافظة كان يقوم بمهمة نقل التغذية للجنود تعرض لكمين مسلح من قبل مجهولين على طريق مارب صنعاء بمنطقة الرخيم، ما أدى إلى مقتل جندي وجرح آخر جراء هذا الكمين.